فبديت اول اشي بشاكوش ومسامير ومنشار يدوي بسيط. بعدين لما لقيت في اقبال الناس على هذا المنتج رحت دينا، جبنا منشار وجبنا جوكسون، جبنا ديسك وجوكسون واشتغلنا. عندي نظرتين أنا في مشروعي. الأول إشي إنه يكون أسعار القطع اللي أنا بنتجها في متناول الجميع، يعني اللي يحبها يشتريها قادر يدفع ثمنها. والشغلة الثانية إنه أنا بفكر إنه نوصل في قطاع غزة لزيرو ويست أو النفايات الصلبة تصير صفر. كل إشي أنا بقدر أعيد تدويره بعيد تدويره. بالي بلاس، قناة فلسطين الرقمية.